نكمل مع حضراتكم حديث عن شرم الشيخ ونتابع آخر الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة مؤتمر المناخ مع سالي سالم موجودة معانا هناك في شرم الشيخ. صباح الخير عليك يا سالي. صباح الخير عليك يا هدير وعليك محمد وعلى مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. من المدينة الخضراء أرض السلام شرم الشيخ ما زلنا في متابعتنا اليومية لما يجري على أرض هذه المدينة من استعدادات قبل أيام من انطلاق مؤتمر المناخ، هذه النسخة التي تستضيفها مصر ويعول عليها الكثير من دول القارة الإفريقية لتفي الدول الكبرى الصناعية بالعهود والتوصيات التي تمت في مختلف النسخ السابقة. خلينا في البداية نتحدث عن ما تم على أرض هذه المدينة من جولات ميدانية وحكومية. هذه المدينة شهدت يوم أمس زيارة لدولة رئيس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء وبالطبع محافظ جنوب سيناء لتفقد كافة المشروعات اللي تمت على أرض هذه المدينة، والجولة اختتمت بجولة يومية جولة مسائية. هذه الجولة المسائية الليلية اطلع من خلالها دولة رئيس الوزراء على أعمال الإنارة اللي تمت على طول وأركان هذه المدينة، الممشى السياحي، ميدان السلام وأيقونته بالإضاءة المتفردة التي ينفرد بها هذا الميدان، وهو ميدان مقصد سياحي وترفيهي كبير تم رفع كفاءته وزيادة أعمال المسارات الخضراء وتطويره وأيضا تطوير المنطقة الخاصة بهذا الميدان، وهو مقصد سياحي تبدأ منه كافة الرحلات. أيضا دولة رئيس الوزراء خلال الجولة المسائية اطلع أيضا على المنطقة الخضراء وأعمال الإضاءة في هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي بتستضيف فعاليات تحت إدارة الحكومة المصرية وبتتضمن جوانب كثيرة من المبادرات الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وأيضا عدد كبير من المتطوعين داخل هذه المنطقة، عدد كبير من الجوانب الخاصة بالوزارات، ركن خاص بمعرض تراثنا لاستخدام الحرف اليدوية واستخدام المنتجات الخضراء، أيضا عدد كبير من المبادرات اللي هتنطلق من هذه المنطقة وستفعل وستطلق إلى المنطقة الزرقاء. يمكن جولة كبيرة قام بها دولة رئيس الوزراء بدأت من الصباح الباكر، تفقد فيها مطار شرم الشيخ وهو أول مطار ذكي، أعمال التطوير ورفع كفاءة هذا المطار وزيادة القدرة الاستيعابية لصالة الوصول، تسهيل الإجراءات لوفود هذه القمة. ويمكن دولة رئيس الوزراء صرح أمس أنه عدد كبير من الوفود بدأ بالفعل يصل إلى هذه المدينة. وتفقد أيضا دولة رئيس الوزراء المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء صباح يوم أمس، وهذه المنطقة الزرقاء اللي هيقام فيها الفعاليات الرئيسية وأيضا فعاليات فرعية هيتم فيها استقبال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وهي تحت يعني إدارة سكرتارية الأمم المتحدة. وتفقد عدد كبير من المشروعات منها المستشفى الميداني اللي داخل المنطقة الزرقاء، وهي أول نموذج للمستشفيات للتعامل مع المؤتمرات والأحداث الهامة ضمن خطة التأمين الطبي اللي بتقوم بها وزارة الصحة داخل هذه المدينة. تفقد أيضا مستشفى شرم الشيخ الدولي واللي تم رفع كفاءتها، وهي مستشفى على أعلى مستوى في تطبيق معايير الذكاء الصناعي فيما يتعلق باستخدام روبوتات لتقييم الحالات. أيضا هذه المستشفى تعتمد على الطاقة الشمسية، يعني تستخدم أساليب في توفير الاستهلاك وتوفير الموارد، التخلص الآمن من النفايات الطبية. تفقد أيضا عربات الإسعاف اللي كانت مرابطة داخل هذه المستشفى، أول سكوتر إسعاف واللانش الخاص بالإسعاف، كلها نماذج جديدة بتقوم بتنفيذها الدولة المصرية ضمن استعدادات الدولة لهذا المؤتمر. لو تكلمنا أيضا عن التفقدات، تفقد دولة رئيس الوزراء الحديقة المركزية، وهي من ضمن المنشآت الخضراء اللي تم تنفيذها داخل هذه المدينة وهي متنفس رئيسي لمدينة شرم الشيخ، الممشى السياحي واللي معمول بطول 6 كيلومترات من خليج نعمة للسوق القديم، وفي منطقة ترفيهية ومسار للدراجات وأيضا مسارات لذوي القدرات الخاصة. لدينا أيضا عدد كبير من المشروعات اللي بتنفذ، منها الأتوبيس الذكي ومنها التاكسي الذكي واللي بيستخدمه
الغاز الطبيعي والكهرباء. تفقد أيضا دولة رئيس الوزراء عدد من المحاور الرئيسية والطرق اللي تم رفع كفاءتها داخل هذه المدينة. يمكن أعمدة الإنارة كافة داخل هذه المدينة تستخدم الطاقة الشمسية ضمن إعلان هذه المدينة مدينة خضراء. أيضا تفقد دولة رئيس الوزراء عدد من المنشآت السياحية والفندقية واللي ستستقبل عدد كبير من الوفود ورؤساء الدول، وتم رفع كفاءة هذه المنشآت بحصولها على شهادات تطبيق المسارات الخضراء. أيضا سلامة الغذاء وسلامة هذه الفنادق من حيث البنية التحتية والخدمات المقدمة داخل هذه المدينة. يمكن جولة مكثفة قام بها دولة رئيس الوزراء بصحبة عدد من الوزراء للاطمئنان على جاهزية هذه المدينة، وأعلن دولة رئيس الوزراء أن المدينة مستعدة بالفعل لاستقبال هذا المؤتمر، وهذا التوقيت تتم فيه بعض اللمسات الأخيرة والنهائية لبدء الفعاليات في 6 نوفمبر القادم. لو تكلمنا حتى عن اللي بيتم اليوم، ففي مبادرة وشبابية تطوعية بتتم تحت إدارة الأمم المتحدة وحيحضرها عدد من الوزراء، وهي نموذج محاكاة لما سيتم داخل هذه الفعاليات داخل المنطقة الزرقاء، ويطلق عليه كوي، بيشارك فيه عدد كبير من الشباب المتطوعين. ويمكن احنا تابعنا وجود عدد كبير من الشباب المتطوع داخل هذه المدينة لمشاركة الدولة المصرية في تحقيق ونجاح هذا المؤتمر بإذن الله. الكلمة بتعود ليكي هدير مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليكي سالي سالم من شرم الشيخ، احنا بنشكرك شكرا جزيلا انك يعني قلت لنا آخر الاستعدادات في شرم الشيخ لاستقبال COP27 إن شاء الله خلال أيام.